أحسن عملا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، مات وهو الأعز على الله والأكرم عليه، لأن الدنيا ليست دار خلود. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وأن الكرام، يعني حادثة الموت أبلغ من كل حديث، لكن الحديث يمكن يكون أفضل من التناجي ثنائي وثلاثي فيما بيننا. أستهل كلمتي بالترحم على أخينا سعيد، سائلا المولى تبارك وتعالى أن يرحمه وأن يجعل موته راحة له لا راحة منه. ثم أتوجه بالتعازي لإخواني، إخوان أبناء وأبناء عمومة الفقيد، سائلا المولى عز وجل أن يجعلهم من الصابرين المحتسبين، لأن الموت مصيبة، والمصيبة لا يصلح لها إلا الصبر، لقول ربنا تبارك في علاه: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ولعل خير ما يعني يعزى به عند الموت أن الراحل منا يرحل على شهادة التوحيد. ولقد شهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأهل التوحيد بأنهم من أهل الجنة، وأن المرء يبتلى ابتلاءات كثيرة حقيقة. وأخونا طال بلاؤه بمرض مجرد ذكر اسمه يخيف حقيقة، وصبر واحتسب. أسأل الله عز وجل أن يجعل معاناته في ميزان حسناته، ومعاناة أهله أيضا وذويه وأصهاره كذلك في ميزان حسناته، وأن يخلف الواحد منا ولد صالح، وولد ينطبق على الذكر والأنثى وعلى الابن والحفيد وإن دنا. وهذه نعمة من الله عز وجل أن يخلف الميت ذرية صالحة، لقول نبينا عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ولذلك أنا أوصي حقيقة يعني أبناء الفقيد ألا يبخلوا عليه بما ينفعه، وفي مقدمتها يعني الدعاء، لأنه كما نقول الوالد ما ينلحق، لقول نبينا عليه الصلاة والسلام: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. الدعاء الدعاء في الأماكن الشريفة والأوقات الشريفة، لعل ذلك يصب في ميزان حسناته، بأن الولد امتداد أبيه وسر أبيه. وقبل أن أختم بالدعاء إخواني، كثيرا ما يدفعنا الفضول حينما يعزي بعضنا بعضا أن نسأل سؤالا أو سؤالين: المرحوم كان مريض؟ المرحوم كان طاعن في السن؟ وكأنه بنظرنا القاصر لا يموت إلا الشيخ الطاعن بالسن ابن 100 سنة، أو الذي يعني أنهكه المرض. يا أخواني، الشباب يموتون كما يموت الشيوخ، والأصحاء يموتون كما يموت المرضى، وملك الموت لا يستأذن على أحد بعد محمد عليه الصلاة والسلام، ولا يدري أحدنا متى تحين منيته. ولذلك ونحن في مجلس الرحمة هذا، الرحمة للفقيد بالدعاء، وأرجى الدعاء قبولا، دعاء الأبناء كما أسلفت قبل قليل، ورحمة لنا إن اتعظنا واعتبرنا، لأن الموت واعظ، وكفى بالموت واعظا يا عمر، اذكروا هادم اللذات الموت. أقول أيها الإخوة
ونحن في مجلس الرحمة هذا ينبغي أن نسأل أنفسنا سؤالا، طالما سأله من هو خير منا وأحب إلى الله منا، ولا أحد بعد الأنبياء أكرم على الله عز وجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذين حملوا هذا الدين وتفانوا في خدمة هذا الدين. كان قائلهم يقول: ماذا تقول لربك غدا؟ هذا السؤال حينما يقال وقفوهم إنهم مسؤولون، ينبغي أن نعد الجواب الذي يرضي ربنا ويفك رقابنا من النار إن شاء الله. ولذلك يا إخواني، يعني نبينا عليه الصلاة والسلام من باب الحرص علينا والإشفاق علينا يقول: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان أصحاب المصطفى عليه الصلاة والسلام يتفاعلون مع النص، ولعل هذا أبرز ما يميزهم عنا. نحن نحفظ كثيرا من النصوص، لكن أين نحن مما نحفظ؟ أصحاب المصطفى عليه الصلاة والسلام كان تعليقهم على هذا الحديث: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. وكثيرا ما سمعنا مما يتناقله الناس: خرج ولم يعد، ونام ولم يستيقظ، صلى ثم صلي عليه. فلنكن على حذر، ولنتخذ من هذه المناسبات مناسبات الرحمة واعظا لنا، لعلنا نعيد النظر في مسيرتنا. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، فإن وجدنا خيرا فلنحمد الله، هو الذي هدى وهو الذي وفق، وإن كانت الأخرى فمن رحمة الله تبارك وتعالى أنه ما زال في العمر بقية والأمور بخواتيمها. وإني داع فأمنوا، اللهم ارحم أخانا الذي اجتمعنا بسببه فإنك به راحم، ولا تعذبه فإنك عليه وعلينا قادر. اللهم إن كان محسنا فزده إحسانا، وإن كنت تعلم منه خلاف ذلك فتجاوز عن سيئاته، وسعه اللهم برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم باعد بينه وبين خطاياه كما بعدت بين المشرق والمغرب، ونقيه من خطاياه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، واغسله من خطاياه بالماء والثلج والبرد. اللهم اجعل موته راحة له لا راحة منه، واجعل قبره روضة من رياض الجنة، واسكن الفردوس الأعلى مع نبينا والصديقين والشهداء والصالحين، وألهم اللهم آله وذويه جميل الصبر وحسن العزاء. اللهم أحينا مؤمنين وتوفنا موحدين، واحشرنا تحت لواء سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم فرج عن أمتنا ما بها، اللهم ادفع عنا البلاء وكيد الأعداء، اللهم ادفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم عليك بمن ظلم المسلمين، واحتل ديارهم، ودنس مقدساتهم، واستحل دماءهم، واستباح حرماتهم. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم نسألك فرجا عاجلا غير آجل للمسجد الأقصى المبارك، ولإخوان الأسرى والمعتقلين، ولإخوان المحاصرين، ولإخوان المعذبين في الأرض. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.